ولا مشاهدينا ننقل لكم جانبا من فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050. أساسها على تنفيذ الدول المتقدمة لالتزاماتها، لأن احنا لم نكن السبب في هذه الانبعاثات مع وجود الموازنات اللي لدينا في الحكومة المصرية، مع وجود مشاركة حقيقية للقطاع الخاص. كل ده بنسميه البنية التحتية للتمويل. طب لو تغير المناخ، كل سنة بيطلع لنا تقرير بيقول لنا جملة مختلفة. مرة يقول لنا 2 درجة حرارة مئوية هتبقى كويسة نشتغل عليها، بعديها بسنة يقول لا ما نعديش على درجة حرارة ونص. يبقى بالتالي لازم يكون العلم قلب هذه الاستراتيجية، وهو تطوير الفكرة بتاعة المعرفة والعلم. الهدف الأول هو القطاعات اللي مهمة جدا، ويمكن اللي اتشرحت في الفيديو حاولنا نبسطها، هو قطاع زي قطاع الطاقة. قطاع الطاقة في تغير المناخ بيشمل الكهرباء، بيشمل البترول، وبيشمل النقل. فكانت الأهداف الفرعية ان احنا ازاي نزود الطاقة الجديدة والمتجددة عندنا ونسبتها تزيد، ازاي نخفض الانبعاثات اللي طالعة من الوقود الأحفوري زي مبادرة سيادة الرئيس اللي هو استبدال السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي، او فكرة مدينة شرم الشيخ ان هي يبقى في نقل كهربائي كامل فيها، تعظيم كفاءة الطاقة، بدل ما استخدم لمبات عادية في البيت عندي استخدم لمبات موفرة للطاقة، تبني انتاج الاستهلاك والانتاج المستدام، وهو زي اعادة تدوير المخلفات. لما اجي اتكلم على طب انا المشكلة هواجهها وهتجيلي، يبقى ازاي اكون قادر على الصمود، ازاي اقف قدامها وابقى اقدر ان انا اتصدى ليها. ودي فكرة التكيف، ان احنا النهارده التكيف مرتبط بان احنا لما بترتفع درجه الحراره بتزيد عمليه الاحمال بتاعه الفيروسات والبكتيريا، فبالتالي لازم يكون في مسار في هذه الدوله بيعمل الدراسات للتاثير ده على الصحه بتاعه المواطنين. بيأثر على مكون مهم جدا في تغير المناخ، هو فكره الشعاب المرجانيه والنظم البيئيه اللي حياتنا مبنيه عليها. فكرة كمان ان انا بصحى الصبح الاقي ان ممكن مكان بالكامل تأثر بسيول زي اللي حصل في اسوان او اسكندرية، فده محتاج ان يكون في اجراءات من نظام انذار مبكر اقدر ان انا اتنبأ بيه باللي بيحصل وابتدي اخد الاجراءات بتاعتي. يمكن كمان الجزء اللي مهم وحطينا اهتمام بيه في هذه الاستراتيجية، واللي حقيقة اثنى عليها السكرتارية بتاعت الاتفاقية، هو تعزيز الاعتبارات الخاصة باستجابة المرأة للتصدي لآثار تغير المناخ، وتمكين المرأة أنها تبقى ليها فرصة متساوية في الحصول على التمويل لمشروعات تقدر فيها أن هي تتصدى لآثار تغير المناخ. الهدف الثالث، حددنا الأدوار والمسؤوليات بتاعة كل جهة، وإزاي أن هم يقدروا أن هم يشتغلوا، بقى في آليات تنسيق، إصلاح السياسات، تحسين الشكل العام للترتيب المناخي لمصر. ويمكن أحب أقول هنا أن ما بين 2019 ل 2021 مصر صعدت 4 درجات الحقيقة على مستوى 24 دولة على مستوى العالم في الإصلاحات الخاصة بسياسات تغير المناخ، وده الحقيقة بيرجع إلى اهتمام وإصرار القيادة السياسية أن ملف البيئة وتغير المناخ يبقى على قائمة أجندة الحكومة، ووجود دولة رئيس الوزراء كرئيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية. الهدف الرابع، تحسين البنية التحتية للتمويل. بنتكلم هنا على آليات تمويل من بنوك بتقدر تدي قروض دلوقتي حالية للمشروعات زي مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة أو كفاءة الطاقة، زي مشروعات تركيب الألواح الشمسية اللي بتتعمل دلوقتي في الفنادق في شرم الشيخ. بنتكلم على أفكار مبتكرة، بدل ما أعمل سندات خضراء على موضوع زي الطاقة الجديدة والمتجددة، معالي وزير المالية عمل السندات الخضراء تاني حزمة من المشروعات كانت بتركز على التكيف وهو أولوية للحكومة المصرية، زي مشروعات إعادة تدوير المياه. مشاركة القطاع الخاص، مجلس الوزراء بقيادة دكتور مصطفى مدبولي اعتمد أول حزمة من الحوافز الاقتصادية الخضراء مع هيئة الاستثمار ومع معالي وزيرة التخطيط ومعانا في أول مشروعات هيتم وضع التفعيل اللائحة التنفيذية للاستثمار عليها، وتضم النقل، تضم الطاقة والهيدروجين، المخلفات وبدائل البلاستيك. الأربع مجالات دول مرتبطين ارتباط وثيق بقضية تغير المناخ، وبالتالي بنطلق العنان للقطاع الخاص إن احنا بنقول له احنا لما هنشتغل في تغير المناخ هناك مجال وهناك حوافز الدولة بتحطها في هذا الشأن.
الهدف الخامس وجود البحث العلمي ونشر المعرفة والوعي، وهنا يمكن الأكاديمية البحث العلمي ووزارة التعليم العالي بدأت بدورات مع بداية استضافة مصر الكوب 27 بتتعمل أونلاين من خلال المركز القومي للبحوث، إن هي بتدي دورات للتعريف بموضوع تغير المناخ وتخصصات مختلفة يقدروا ياخدوا ماجستير فيها. والوعي هو إطلاق الحوار الوطني الأول لتغير المناخ من شهرين في شرم الشيخ، واللي بيهدف واللي كان معانا في الكنيسة وكان معانا الأزهر الشريف ومجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجلس القومي للمرأة والحكومة والمجتمع المحلي عشان نوعي بقضية تغير المناخ وناخد الأفكار على المستوى المحلي. ربطنا الاستراتيجية دي باستراتيجية التنمية المستدامة، فهنلاقي إن كل هدف إحنا حطيناه حاولنا نربطه باستراتيجية التنمية المستدامة عشان يبقى فيه اتصال بين الاستراتيجيات. على سبيل المثال لما بنتكلم على إن إحنا هدفنا في الاستراتيجية الوطنية تحقيق نمو اقتصادي. إذن مشاهدينا نقلنا لكم جانبا من فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، حيث قامت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد باستعراض الإطار العام للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وأبرز أهدافها.